بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياه مع موضوع جديد هام ومفيد. وموضوع النهارده هو موضوع شخصي يهتم ببناء الشخصيه القويه. وما هي اسرار بناء الشخصيه القويه؟ هل الشخصيه القويه شيء مكتسب يمكن اكتسابه وتعلمه، ام هو شيء فطري لا دخل للانسان فيه؟ وكيف تصل إلى هذا الشخصية القوية؟ كيف تبني شخصيتك لتكون شخصية قوية ناجحة محبوبة؟ وكل هذه المواضيع وأخرى عن الشخصية القوية، وده بيكون الفيديو الأول في بناء الشخصية القوية والتي تقودك إلى النجاح في الحياة كلها عامة. إذا كنت أول مرة تشاهد قناة مصادر الحياة، لا تبخل على نفسك وعلينا، ويشرفنا الضغط على سبسكرايب او الاشتراك، فعل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناة مصادر الحياة. قناة مصادر الحياة قناة اجتماعية ثقافية تهتم بامور حياتنا عامة. والى هذا الموضوع الجديد، هيا بنا نحيا الحياة مع قناة مصادر الحياة ومع موضوع اسرار بناء الشخصية القوية. نقترح عليك أيضا أن تكتب لنا في التعليقات أي موضوع تريد التحدث فيه أو تريد أن نتحدث فيه ليستفيد الجميع، فاقترح علينا موضوع أو فيديو جديد. وندخل في فيديو اليوم، وهو الشخصية القوية. وما أدراك ما الشخصية القوية؟ من المفكرين والأدباء والعلماء في ما هي الشخصية القوية. هل الشخصية القوية مكتسبة؟ أم الشخصية القوية ذاتية، يعني تأتي مع الإنسان ولا دخل للإنسان فيها؟ ولكن كل الأبحاث وصلت إلى أن الشخصية القوية يمكن أن يبنيها الإنسان ويستطيع أن يبنيها الإنسان. من مميزات أو علامات الشخصية القوية، أولا تقدير الذات. نعم، كيف لأي إنسان أن يكون أو يقول أنني عندي شخصية قوية أو أريد أن أكون لدي شخصية قوية وهو لا يقدر نفسه على الإطلاق؟ بمعنى أنا عندي شخصية قوية وعايز شخصية قوية، وداخلك أو داخليا أو داخل نفسك أنت مهزوز نفسيا، لا تقدر ذاتك. عندما يعرض عليك شيء أو مشروع أو فكرة، أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، أنا لا أتحمل، أنا غير كفء، أنا هذه السلبيات التي ترسلها دائما ودوما إلى نفسك تهدم ما تبقى من شخصيتك. فعلى كي تبني شخصية قوية، لابد أولا أن تقدر ذاتك، يعني أن يكون لك قدر عند نفسك، أن تثق في قدراتك، أن يكون لك قدر عند نفسك بغض النظر عن إنجازاتك أو من أمامك أو من حولك أو من يحبك أو من يكرهك من الناس. فالشخصية القوية أو تقدير الذات لابد أن ينبع منك أنت، لابد أن تحدد من أنت وكيف تقدر نفسك بغض النظر عن ما تمتلكه أو لا تمتلكه. فليس الفقير ضعيف الشخصية وليس القوي الغني قوي الشخصية، بغض النظر عن المنصب وعن الجاه وعن السلطان. فكثير ممن يكون عندهم تقدير أو يكون عندهم سلطة يكونوا ضعاف الشخصية، تجده في العمل بيشخط، بينطر، بيزعق، بيرفع صوته، والكل بيظن أن هذا قوي الشخصية. ثم تأتيه مثلا في المنزل فتجد أن ليس له شخصية على الإطلاق وليس له صوت، وكل ما نراه في العمل أو في ساحة العمل متناقض تماما عما هو عليه في حياته العملية والأسرية. فليس قوي الشخصية هو من يرفع صوته أو من يتعالى على الناس، فربما يكون ذلك السبب أو من علامات ضعف الشخصية. فتقدير الذات يعني رأيك تجاه نفسك، ما هو رأيك تجاه نفسك؟ تقدير الذات ليس متعلقا بآراء من حولك، فآراء الآخرين أو رأي الآخر لا يعبر عليك. يجب أن تضع في اعتبارك أن هذه المقولة الشهيرة، رأيك في لا يدل علي ولن يدل عليك.
يجب أن تكون كشخصية قوية عند تقدير ذاتك، أن تكون إنسان ليس عندك حساسية من آراء الآخرين، لا يستفزك آراء الآخرين، لا تشعر بالخجل عندما يقول لك رأي أنك كذا. فالإنسان الحساس عنده ضعف في تقدير الذات. ليه؟ لأنه بتستفزه الآراء عندما نشعر بأنها تخدش ذاتنا. الناس يريدون تكميم الآخرين وإرضاء الآخرين بإيه؟ بأنني ألبس إرضاء للناس، أكل إرضاء للناس، أحمل نفسي ما لا أطيق إرضاء للناس، أقتني بعض الأشياء وأشتري بعض الأشياء لكي أكمم ألسنة الناس ولكي يرضى الناس عني، وكأنني أعيش لإرضاء الناس وليس لذاتي. وبالتالي فإذا أردت أن يكون لك شخصية قوية فلا تهتم بما يقوله الناس، قدر نفسك أولا ثم عيش لنفسك أولا. والحقيقة تقول أنك مهما عملت ومهما أبديت فلم تستطيع إرضاء الناس، ولكن أنني أستطيع غلق أذني عما يقوله الناس وغلق أذني عن الاستماع لهم. أنني مهما فعلت سوف يتحدث الناس عني، لأن رضا الناس لا مقدور، لا أقدر عليه، ولا مأمور، ولنا مأمور أن أفعله، ولا مأثور بمعنى أنه لم يجد أو لم يكن هناك في الأثر من استطاع أن يرضي الناس ومن استطاع أن يكمم أفواه الناس. موسى عليه السلام سأل ربه فقال ربي كف ألسن الناس عني. نعم، موسى طلب من ربه أن يكف الناس عنه، فقال له يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. فسؤال موسى إلى ربه سؤال منطقي، يريد به أن يكف ألسن الناس عنه وشرهم عنه. فقال الله له يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي، وده ما رأيناه. فذكر كثير من الآيات في القرآن على ألسنة هؤلاء البشر يصفون الحق سبحانه وتعالى بمواصفات، منها يد الله مغلولة ونحن الله فقير ونحن أغنياء وغيرها من الآيات. فإذا كون أو أنك كون أنك تكف ألسن الناس عنك فهذا شيء لن تصل إليه. فتعامل مع آراء الناس كما تتعامل مع لابسك، مع الملابس اللي أنت بتلبسها. فإن أعجبك قولهم فألبسه، وإن لا فاخلعه كما تخلع ثوبك. يبقى إذن رأيك في رأي الناس فيك لا يعبر بالضرورة عنك على الإطلاق. إذن فمتى يعني أضع اعتبار لرأي الناس؟ إذا كان رأي الناس حقيقة. طيب ما هو بقى الفرق ما بين الرأي والحقيقة؟ الرأي إذا تواتر، يعني كتير من الناس قالوا نفس الرأي، فإذن هذه تصبح حقيقة وعلي أن أهتم بها. فإن كان رأيهم الذي أصبح حقيقة في صالحي ف أهلا وسهلا، وإن كان عيب فيه فعلي أن أغيره. ولذلك النصيحة بعد وقوع الشيء لابد أن يكون فيها شيء من الحكمة. ده نصيحة إلى من ينصح الناس. أما قبل وقوع الشيء فلابد أن يكون هناك شيء من الإرشاد. يعني إذا نصحت إنسان أو قلت رأي في إنسان، فإذا كان هناك ما حدث فما حدث حدث، ويجب أن يكون هناك كثير من المجاملة والحكمة. أما إذا أخذ رأيك في شيء سيفعله أو سوف يفعله فعليك بالنصح والإرشاد والتشديد في النصح والإرشاد. ده من صفات الشخصية القوية وبناء الشخصية القوية. تاني شيء هو أن تعترف بالخطأ. نعم، الاعتراف بالخطأ فضيلة، والاعتراف بالخطأ فضيلة. الاعتذار عندما أجد نفسي مخطئا هذا من أساسيات الشخصية القوية. أيضا إذا سئلت عما لا تعرفه قل لا أعرفه. إذا سئلت عما لا تعرفه قل لا أعرفه. لماذا؟ هذا لا يقلل من قدرك. بعض الناس إذا سئل عن أي شيء يجيب،
ليه؟ خايف يقول أنني لا أعرف فتهتز صورته أمام الناس، وبالعكس فأنا لا أعرف كل شيء، هو أي إنسان لا يعرف كل شيء، فإن سئلت عن شيء أنا لا أعرفه فإنني أقول وبكل ثقة أنا لا أعرف. ليه؟ حتى يثق الناس فيما قلته وأنا أعرفه. يعني أنا عارف شيء قلته للناس، وجاء سؤال لا أعرفه فقلت للناس أنا لا أعرف هذا. أما إذا قلت أنا أعرفه فتهتز ثقة الناس فيما قلته وأنا أعرفه. فإذا لا تتحدث بما لا تعلم حتى لا تهتز صورتك أمام الناس فيما تعلم. أيضا لا عليك أن تتقبل عيوبك، وعليك أن لا تخجل منها، وعليك أن تعمل كي تصلحها وتعالجها. فالاعتراف بعيوبك فهذا من الشخصيات القوية. الشخصية القوية هي التي تجلس مع نفسها وتحدد عيوبها بلا خجل وبلا خوف، وتحاول أن تعالج مواطن النقص ومواطن الخلل في هذه الشخصية. أيضا من الشخصيات القوية ومن أساسيات الشخصية القوية أن تكون طموحاتك كبيرة وأهدافك كبيرة. نعم، لا تكن طموحاتك كبيرة، بمعنى أن تكون طموحاتك أيضا على قدر إمكانياتك ولكن تكون كبيرة. فإن جاء أحد وقال لك أنت ممكن تبقى دكتور أو تبقى مهندس مدني أو تبقى مبدع أو تبقى مفكر أو تبقى مقدم برامج، فدائما لا تضع أو لا تتحدث إلى ده أنا لا أستطيع، فين من هذا وفين من هذا، إزاي أوصل لهذا الكلام. فأنت لابد أن يكون طموحاتك كبيرة، ولابد أن يكون أهدافك كبيرة، ولا تجعل أهدافك أهداف بسيطة لا تمت إلى شخصيتك بشيء، ولكن من صفات الشخصية القوية وبناءها أن تكون طموحاتك كبيرة. بنكتفي بهذا القدر عن الشخصية القوية ومدى تأثيرها وصفاتها، وفي الفيديو القادم إن شاء الله تعالى بنكمل مع كورس كيف تبني شخصية قوية. كيف تبني شخصية قوية، وهذا الكلام للرجال وللنساء للشباب وللشابات على حد سواء. في النهاية بتمنى إن أكون وصلت لك معلومة ولو بسيطة. كل المطلوب منك الرجاء الضغط على سبسكرايب أو الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه. وإلى أن ألقاكم فيديو آخر، لا تبخل علينا بلايك شير، اقترح فيديو أو اسم فيديو أو اسم موضوع نتحدث إليه، ضع سؤالك في الديسكريبشن أو آسف في التعليقات، وإن شاء الله سوف نقوم بالرد عليه. وفي النهاية نتمنى للجميع أن يتمتعوا بشخصية قوية، وإلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.